طيب لكم مشاهدينا، بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والقانون يجيب. مشاهدينا، خلال الأسبوعين الماضيين تطرقنا لموضوع السرقة وعقوبتها ضمن القانون السوري، وأيضا تم التطرق لموضوع السرقة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية بشكل عام. لهيك بظل انتشار شبكات الحاسب والمعلومات بطول العالم وعرضه، ودخلت تطبيقاته ببيئة المجتمعات المعاصرة، وأسهمت ولا شك في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي وتعزيز التفاهم الإنساني وكسر حواجز العزلة الاتصالية بين الشعوب. إلا أن بالجانب الآخر ساعدت على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها لتقود إلى ما يمكن تسميته بعولمة الجريمة. والمتأمل في حال شبكة الإنترنت على وجه الخصوص بيدرك ما قدمته هذه الوسيلة من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية، إن كانت منظمة أو فردية على السوق نفسه، جاعل الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقومي أيضا لكثير من البلدان عرضة لمخاطر أنماط جديدة من الجريمة الذكية عابرة الحدود، التي باتت اليوم تهدد كيان المجتمع والإنسان بشكل عام. فلم يعد المجرم بحاجة إلى أدوات وآلات تقليدية لارتكاب جريمته، إنما المجال الآن أوسع، ويكاد يكون جهاز الكمبيوتر وخط الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة المستعملة لارتكاب هذه الجرائم التي تسمى الجريمة الإلكترونية أو جرائم الإنترنت. لنتعرف أكثر على هذه الجريمة وعقوبتها وفق القانون السوري، بيسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ خالد عنتبلي لحتى نحكي أكثر بهذه التفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. يعني الجريمة الإلكترونية أستاذ خالد، نحن تطرقنا لها شوي الحلقة الماضية، ولكن هي موضوع كتير كبير وكتير شائك، ونظم قانون خاص اليوم صح. في سوريا لمعاقبة الجرائم الإلكترونية. خلينا نتعرف من حضرتك بداية، ما هي الجريمة الإلكترونية؟ هلأ هي بداية هي جريمة حديثة، يعني بعد ما صار في وسائل تواصل اجتماعي وإنترنت تنفتح المعلومات على بعضها نشأت هالجريمة. هاي بداية ما كانت موجودة، لأنه أول ما صار في مثل الانترنت هو كان انترنت داخلي بين الشركات بين الجامعات بين الطلاب نفسهم، فكانت محصورة هالأمور هاي بيناتهم، فما كانت تنتشر هيك جرائم. لما تطورت وصارت للعموم، فصار مجال، تعرف الإنسان دايما بيبحث عن الربح، عن مش الربح، عن المكسب المادي صحيح. أو المعنوي. في ناس حتى بتعمل جريمة إلكترونية ما بدها مكسب مادي، بيكون بدها مثل الهاكرز بده يحقق إنه أنا قدرت اخترق شغل فلاني، مكسب معنوي. فصارت تظهر هالجرائم هيدي بعد ما توسع الانترنت. طبعا نحن دايما جريمة إلكترونية ما حدا بيتخيل إنه ممكن تصير بدون شيئين، بدون كمبيوتر أو جهاز موبايل أو أي محمول مشابه له، نعم. وأنه يكون قادر على الاتصال على شبكة الانترنت، نعم. بلاهم اثنيناتهم ما فينا نقول إحنا صار عنا جريمة إلكترونية. طبعا هلا ممكن الإنسان يقول طيب ليش ما بتتكافح هيك جرائم؟ طبعا الجريمة الإلكترونية ما دايما نحن بنتصورها بتوقع على أشخاص، هلا بتوقع، هلا حنحكي بتوقع على شغلات كتيرة، على أجهزة كمبيوتر، على معلومات، على معلومات خاصة بالدولة، فما دايما انه هي بتقع على شخص. نظام الهكر اللي بنشوفه، التهكير المواقع الدولية او المواقع البنكية الآمنة وغيرها، هيدي احدى الصور. فلتقدر تنشئ انت مضادات لهالامور هي، مضاد فيروس او مضاد هكر، بتكلف كتير من المبالغ الطائلة. وبنفس الوقت هو عم يتطور بشكل اسرع منك، لانه انت كل ما عملتي جدار حماية او انتي فيروس لتحمي جهازك، عم يكون الهكرز او اللي عم يشتغل بالفيروسات طور نفسه، عم يطور نفسه ويقدر يخترقه. ومثل ما عم بقول لك، يعني مرات بيكون في منافسه بيناتهم ادبيه، انه انا قدرت اخرق، بيطلع واحد مثلا بتسمعي مرات انه فات على البنتاغون او فات على وزاره الدفاع صحيح. كذا، هو ما ضرب شيء، بس مجرد حقق انه انتم اقوى جهاز حمايه الكترونيه عندكم، انا قدرت اخترقته. نعم. طيب يعني استاذ خالد، المعايير المطلوبه لحتى نحقق نحن امن المعلومات، يعني هذا كثير سؤال مهم لحتى نعرف نحن من خلال هلا دائما المعلومه الموجودة
موجودة على الكمبيوتر أو على المحمول لازم يكون فيها ثلاث صفات لتقدر أنت تحسي بالاستقرار، وهالثلاث صفات هي المطلوب حمايتها. أول شيء سرية المعلومة. هلأ أنا محامي عندي معلومات على كمبيوتري، ما بريد حدا يطلع علي لأنه هذه أسرار موكليني. فسرية المعلومة كتير القوانين أو الأنظمة تسعى لحتى تحافظ على سرية المعلومة، لأنه إذا طلعت ممكن يصير في مثل تجسس صناعي، تجسس عسكري، معلومة تنتشر، ممكن يصير في ابتزاز. سرية المعلومة. تاني شيء أنه أنا المعلومة اللي عندي ما ينلعب فيها، يعني ما حدا يفوت يخربط لي إياها. يا أنا عامل ملف مثلا لجهة اقتصادية معينة، دراسة معينة، إذا قدر هو فات لعب بالموضوع بدي أصير أنا أعطي رأي مضر للجهة. عم نحكي على أمثلة ضيقة، فأنت بتقيسي على أكبر. فلازم أنا أحفظ على أنه المعلومة اللي عندي على الكمبيوتر أو على المحمول ما حدا يقدر يلعب فيها، سرية وما حدا يقدر يلعب فيها. وتالت شيء هو وجودها، يعني أنه عايشي، لأنه إذا حذف لي إياها شو استفدت أنا من كل الشغل اللي اشتغلته؟ يعني نحن سابقا يبقوا يعملوا مكتبات ورقية، يعني إذا ما صار حريق ما صار إتلاف عمد تبقى موجودة. أما أنت اليوم إذا بيفوت فيروس أو هاكرز بيسحب ملف ما بقى قادرة ترجع، يعني يعني حيشيله من أساسه. إذن هي ثلاث شغلات هي أكتر شيء لازم الواحد أو لازم الأنظمة الدفاعية المعلوماتية هي تحافظ عليها، السرية والجودة، ما يلعب بجودتها واستمراريتها ما تنحذف. نعم، وهذا بيكون بناء على الأجهزة الحماية اللي هو متبع الشخص على كمبيوتر، ويعني هي للتوضيح أنه هذه إجراءات تلقائية لازم يكون فيها الشخص ليحمي معلوماته. طبعا بيجي مع الكمبيوتر وسائل حماية ولكن بدائية، يعني وسائل تقليدية إذا بدنا نقول. هو لازم يطورها تماما. أنت إذا عندك شيء، هلا في كتير ناس الشغلات المهمة ما بيشبكوها على كمبيوتر موصول على النت، يعني بيجي المعلومة بينقلوها فورا على الكمبيوتر ما موصول على النت، ليكون هو صار يعني ما بقى ما قدر حدا يفتله إلا إذا إجا لعنده على الشركة وقدر. هي كمان إحدى جرائم الإنترنت إنك تسرق الكمبيوتر أو تحطي فلاش ميموري تسحبي معلومات حتى بدون ما يسرق الجهاز. الفلاش ميموري هي ممكن سرقة. ممكن يعني إنه هي ممكن تصير بدون إنترنت، يعني هي دي صارت جريمة من نوع آخر غير اللي نحن عم نحكي عليها إنه عن طريق الإنترنت. هي الجرائم الإلكترونية بشكل عام واسعة. نحن رح نحاول من خلال وجودك معنا أستاذ خالد نستفاد من خبرتك اليوم وناخذ كثير من الأمثلة الموسعة ضمن المجتمع لحتى أي شخص يقدر يعرف هو وين المكان الصحيح اللي لازم يشتغل عليه وشو هي الجريمة اللي وقعت عليه وآلية الدفاع عن نفسه في حال وقوعه. صور جرائم المعلومات من حيث الهدف أستاذ، مثل ما قلنا هلأ المجرم اللي بده يسرق أو اللي بده يرتكب الجريمة بيكون إما هادف المعلومة نفسها وإما هادف جهاز الكمبيوتر، لأنه أنا وقت اللي بعطل جهاز كمبيوتر لشخص أو لشريكي بعطله شغله، وبالتالي ممكن أنا يكون في مناقصة، يكون في بورصة، يكون في شيء أنا أمنعه عن أنه يقدر يفوت عليها، فأنا حققت مكسب. إذن أول شيء المعلومة بحد ذاته، وهذا بنسميه بقى التجسس الصناعي، التجسس التجاري، التجسس العسكري، أي معلومة ممكن يفوت هو يسرقها أو يبدلها أو يحذف لك إياها، فهذا بيكون هدف المعلومة. هدف الثاني مثل ما قلنا الأجهزة. هلأ كيف أنا مثلا ممكن الجهاز عطل لك إياه؟ هلأ ممكن مرات بيجي فيروس بيضرب الهاردوير، بس أكتريتهم هني بيجوا مثل بيعبولك الجهاز، بتلاقي الصورة الوحدة، مثلا أنت عندك صورة على موبايلك بتلاقيها صارت 1000 صورة، بحيث أنه ذاكرة الموبايل تتسكر، ما بقى بيقدر أنت تستعملي، لأنه كل ما بتقول لك لا يوجد ذاكرة. نفس الشيء الكمبيوتر بصير ينسخ من نفس الملفات آلاف الملفات، فبتلاقي أنه ما بقى أنت عم تقدر تطلبي صورة، ما تطلبي شيء، عطلك جهازك بهالطريقة هاي. الهدف الثالث هو الأشخاص أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، يعني أنا ممكن جمعية خيرية أو مؤسسة تجارية أو شخص أو حتى دولة معينة كون مستهدفي بأنه بتشويه السمعة، بالابتزاز، بتجنيده لهالشخص لا يقوم بإشياء مثلا معينة تجيب نفع للي عم بيشتغل فيها. أي كلها بدنا ننبه عليها هلا نحن خلال حلقة، أنه خصوصا الأطفال أول طلعتهم ينتبهوا كتير من طلبات صداقة ما معروفة المصدر، ما بيعرفوا، ممكن يورطوا يخليه يشتغل شغلات يعني يكون حبسة 15-20 سنة عنا مثلا. يعني يورطوا بقصة إرهاب، يورطوا بقصة تجسس، يورطوا بقصة خيانة، فبده كتير الواحد يكون داير باله، لأنه إذا لسه محل ارتكب هيك قصة ما فيني اجي اقول له والله انا ضحكوا علي على الانترنت.
فدائما الإنسان لازم يكون عم نحكي على للمواطن نصيحة أنه دائما يكون حذر بالتعامل، ما كل ما اجت مثلا على الأطفال تماما في برامج رقابية. ودائما حتى الكبير مرات بيصير في ابتزاز من أنثى، ممكن ذكر عامل حاله أنثى بيغري بيخلي يبعث له صورة بشكل غير لائق مثلا، بيبتزوا أنه أنا بنشرها على صفحتك، بنشرها بين معارفك، أنا قدرت أخذ أسماء أصدقائك. فدائما الإنسان يكون حريص، لأنه اليوم بتطور البرامج انه بيقول لك هيدي مثلا فيديو ما بيتصور، لا في كتير صار برامج بيصوروا لك سطح المكتب او سطح الشاشه، بيطلع الفيديو عم بيتصور. يعني كتير عم بيتطور هالامور، فدائما الانسان لازم يكون حريص، لانه في شغله كتير مهمه، جرائم المعلوماتيه من اقل الجرائم اللي بتكشف الفاعل فيها. يعني انت بتشوفيها وحتى مرات اثرها ما بتكتشفي. بالنسبه للشركات الكبرى ممكن يبقى الضرر او المعلومه عم تنسرق منهم بالتدريج على مده سنه وهن ما حاسين ليكتشفوا القصه بالصدفه. فجرائم المعلوماتيه اللي عم بيعملها صعب ينكشف. يعني هلا مثلا اذا عم بيعملها جوا البلد باي بلد إن كان، ممكن اذا ما انه محترف وما عنده اخذ وسائل كسر البروكسي وهالامور هاي كلها ممكن ينكمش، ولكن ما بقى هالحكي، صار الهواة هالبرامج موجوده على النت يعني مما كان بيجيبها. فانت اهم شيء ما تطمع بحمايه القانون بقدر ما تطمع بانه انت تحمي نفسك، لانه هاي جريمه ممكن يكون عم يعملها معك قاعد ببلد ما قادرين نحن نتعامل معه مثلا، او قاعد ببلد ما في تعاون تبادل مجرمين او تعامل بالاجرام بيننا وبينهم، فبينفذوا من العقوبه. طيب انا شو قادر اعمل لك اذا انت تورطت مع واحد قاعد مثلا ببلد انا ما عم بتعامل معه وابتزك؟ طب انا اوكي بعرف انه انت ضحيه، فنحن نحمي نفسنا. يعني نحن الغايه اليوم من الحلقه التجديد والتنبيه دائما انه انت احمي نفسك. شو بدك بالنص القانوني؟ النص القانوني اللي انا بدي اقوله بيتطبق بس اذا وقع الفاعل بايد العداله. اما اذا ما قدر ما وقع، شو بيهمك انت كل النص القانوني؟ انت احمي نفسك. معلومات مهمه ما تخلي على موبايلك على كمبيوترك، ما تشفرها، في برامج تشفير. ما تغير له يعني نوعه، ممكن تضيعه انت، لانه هو تفوت فيروس مثلا عم يبحث عن فيديوهات، انا بكون حاط الفيديو بغير اسم الفيديو، يعني بغير لاحقه الفيديو بسموها، بعملها انا شيء ثاني، هو ما حيعرفها فيديو ما حيقدر يسحبها. فدائما بدك انت تفتش، ما تحط صور شخصيه على موبايلك، لانه هلا بنحكي عن الفيروسات، يعني بفوت بياخذ منك شغلات اذا ما اذاك ممكن ياذي غيرك عن طريقك انت. نعم. طب استاذ، يعني ذكرت حضرتك موضوع انه الحمايه الشخصيه للشخص، احيانا في اشخاص ممكن هنا ما يقدروا يحموا نفسهم، ولكن احنا بنعرف انه من خلال العاملين ضمن الامن الجرائم الالكترونيه عندهم قدره من خلال البراكود المعين لكل جهاز ضمن سوريا او كمبيوتر، قادرين هن انهم يعرفوا شو الجهاز طلع منه. فهيدا ممكن شيء، يعني هلا خافت العالم شوي انه ممكن يكون فيه. انا اذا انت تعرضت لجرم داخل البلد مقدور عليه. ايوه البلد مقدور عليه، بس الخوف انه يكون من برا البلد. داخل البلد عن طريق الشبكه، عن طريق بيقدروا يجيبوه، ما في مشكله، الا اذا حاطط برامج. هلا في شيء اسمه كاسر بروكسي بيحطه بيطلع انه هو داخل من امريكا، بس هو ممنوع من سوريا طبعا، ممنوع، بس اللي عمال يعمل هيك شيء اكيد مخالف للقانون يعني. هو فضمن سوريا بينقدر. هلا اذا اجتك رسائل على المسج قادرين عن طريق الام تي ان وسيرياتيل يعرفوا مصدر الجهاز، خطك اذا انسرق بيقدروا يعرفوا على اي جهاز راكب، اذا اجتك رسائل تهديد من جوا سوريا قادرين يكشفوها عن الاي بي، عن الباركود، عن اي شغل، يعني قادرين يكشفوها من جوا سوريا، ما في مشكله، ما تخاف. بس الخوف اذا انت كان عم يصور لك انه هو سوري وهو قاعد ببلاد برا، يورطك بقصص انت بغني عنها، هذا اللي عم نحكي عنه يعني. نعم استاذ. طيب اهداف جرائم المعلومات استاذ، خلينا نحكي عنها بطريقه موسعه. يعني بده يكون شيء هدف له قيمه، يعني نحن هلا اذا انا بدي اجي ارتكب شغلي بدي يكون في نفع لإلي. فاول قيمه واكبر قيمه هي المعلومات، بقدر ما انا بعرف. هلا فرضا انا اذا قدرت اخترق كمبيوتر خصمي مثلا، بقدر اعرف شو الدفوع، عم نحكي على مستوى صغير، شو الدفوع اللي ممكن هو يصير بدعوى بيني وبينه مشتركين، وبقدر انا اتلافاها. اذا المعلومه اهم شيء، بقدر ما انا بقدر اجيب معلومات عن اي موضوع، بقدر ما انا بكون قادر اتحكم بالموضوع. فدائما هن المجرمين الالكترونيين بيبحثوا عن المعلومه ما بتتضمن بس انه الورد، ممكن تكون صوره، هيدي معلومه، انا وقت باخذ صوره او لفلان كان موجود مع فلان في وقت ما، ممكن هالحكي انا يفيدني بطريقه ما. فالمعلومه هو هلا المعلومه اما بتنسرق بتنسحب، اما بتمحى
إما بينلعب فيها. فدائما هو هدف المعلومة الهدف الأول. هلا الهدف الثاني هو مثل ما قلت الشخص، بأذي للشخص، بأذي للشخص بمعلومة باخدها، بأذيه بإني عطله جهاز الكمبيوتر تبعه لحتى ما يقدر يقوم بالمهمة المطلوبة منه بوقت معين، وبأذيه بالابتزاز المادي، أو بأذي شخص غيره من خلاله، أو بأذي شخص غيره من خلاله من معلومات أنا اكتشفتها. يعني أنا مثلا محامي حاطط على كمبيوتري معلومات تتعلق بموكلي، ممكن هو أنا ما تضرني هالمعلومة، بس إذا وصلت لشخص خصم موكلي أو بيقدر يبتزوا فيها أنه أنت عندك كذا كذا كذا. مشان هيك المعلومة هي أهم شيء يتحافظ عليها. الشركات دايما بتحط هلأ فيها، ديك مرة حاطين على هامش الحكي أنه مهن المستقبل، المهنة الأولى بالترتيب من هون لشي 20 سنة هي مضادات الفيروسات، اللي بيخترع مضادات الفيروسات وبرامج جدار الناري وجدار الحماية. هيدي المهنة الأولى، أهم من الجراح وأهم من الطبيب وأهم، لأنه خسائر اللي بتوقع من هيك أمور بمليارات الدولارات مرات بتكون عم بتصير. مثل ما أقول لك ما بتقدر تكشف فيها أنت فورا طبعاً. ممكن يفوتوا على داتا بنك يسحب منه، ممكن يفوت على داتا نفوس يسحب معلومات الشعب كلها، انه مين يتجوز، مين طلق، مين عليه مشكله، عرفتي كيف؟ فالمعلومه هي اهم شيء. مشان هيك بيقولوا انه اهم مهنه مستقبلا هي مهنه صناعه مضادات الهاكرز. تمام، نعم، هذه بما يتعلق بشق المعلومات. نعم. ايضا كمان في اشخاص بكل انه الغايات مع الافراد، خلينا نتعرف من حضرتك شو هي الجرائم اللي تستهدف الاجهزه بشكل مباشر او المعلومات. تمام. على شبكه الحاسب. هلا هو اهم اكثر شيء بينعمل هو الفيروسات. هلا يعني صار المشاهد بيعرف شو هو الفيروس. الفيروس الانترنت نفس مبدا الفيروس الحياتي. نعم. الفيروس الحياتي ما بيعيش. هلا نحن الكورونا بيقول لك اذا ما دخل على الجسم ما بيعيش. بيموت. نعم. بعد فتره من الزمن بيموت. نفس الشيء فيروس الكمبيوتر ما بيقدر يفوت على جهازك بشكل مستقل، بده يفوت محمول على شيء معين. نعم. فدائما هو بيفوت بصوره معينة، مثلا بيكون عاملين دراسة عنك انه انت مهتم بالسيارات مثلا. نعم. بيحطوا لك صورة سيارة حلوة وضمن هالصورة هيدي موجود فيروس. نعم. فات على كمبيوترك، هو مجرد فتح هيدي الصورة تمام، مجرد ما فتحها. مشان هيك المفروض اي انسان ما يفتح اي بريد او اي موقع ما بيعرف صاحبه. نعم. ما في تعامل معه. ومرات بيجي تحذيرات، انتبهي، مرات بيجي تحذيرات هو بيتجاهلها. مرات الاندرويد او تماما او الجوجل بيقول لك انتبه انت هون عم تفوت على مسؤوليتك، انا ما لي علاقه. صحيح. نعم. خاصه اللي منزل الانتي فايروس وغيره من برامج الحمايه. تمام. فمرات بتجاهلها. لازم دائما تنتبه على انه الفيروس ما بيفت لك كفيروس، يعني ما تتوقع انت شابك موبايلك ونايم انتلى فيروسات، لا، انت ساعدت بنشر الفيروس مثل العدوى اللي عم بتصير، نفس الشيء. تماما. نعم. اي ملف بيجيك ما تفتحه اذا ما بتعرفه. هلا هو بيغريك بكذا ملف بكذا طريقة، بضلوا يبعث لك ملفات، مجرد ما فات الفيروس. هلا إذا أنت اكتشفته، إذا فيروس جديد ممكن ما يكون له مضاد، تضطر أنت تموت الكمبيوتر، يعني تلغيه عن النت وتجمده لحتى تلاقي أنتي فيروس لإله. نعم. إذا فيروس قديم ممكن أنتي فيروس اللي عندك لحاله يكتشفه، بس دائما بيكون فيروسات جديدة. هالفيروس بفوت شو بيعمل؟ بيكون هن محملينه أن أنت فتش على موضوع معين من المعلومات، صور، فيديوهات، ملفات وورد، ملفات اكسل، ملفات هيدا، يعني ملفات معينه، فوت على برامج، مثلا برامج محاسبه كبير، برنامج قانون كبير، برنامج، عرفتي كيف؟ هالفيروس بيسير هذا الفيروس. تمام. هالفيروس عنده مهمه معينه بيروح عليها، وبس انت فتحت نت ببلش هو يبعث المعلومات شوي ورا شوي. يعني انت بتفتحي مثلا بتلاقي انه انت مستوردي او مستقبلي نت مثلا 1000 ميجا. طبعا تلاقي طالع من عندك 1000، لازم تسالي ليش هال1000 طالع من عندي. هلا طالع من عندك 100 ماشي الحال، لانه في تواصل غير شبكي. تماما. اما وقت تلاقي طالع عندي كميات كبيره، لازم انا اصير خاف انه وين الكميات عم بتروح. لازم بلش فتش. فهالفيروس بيقعد بحاله ثبات بالكمبيوتر، مهمته نقل المعلومات او تخريبها. او تخريبها. هيدا طبعا القانون السوري قال انه كل انسان بيصنع فيروس. هلا بدنا نميز نحن بين صانع الفيروس وبين مستعمل الفيروس. كل انسان بيصنع فيروس وبيستعمله يعاقب بالعقوبة من 3 سنوات لخمس سنوات حبس. حبس. نعم. وبالغرامة من 500,000 ليرة إلى 2.5 مليون ليرة
غرامة للدولة. طبعا انت فيك ترفع عليه تعويض بالضرر لأصابك. نعم. كمدعي شخصي. اذا كل انسان بيصنع فيروس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة 500,000 لـ1.5 مليون. كل انسان بيستعمل الفيروس بفوت بيسحبه او بيخلي حدا يعمله، هذا بيتعاقب من 6 شهور لـ3 سنوات زائد 200,000 لـ1,000,000 ليرة سوري غرامة، زائد جبر الضرر اللي أصيب، إلا كمان إذا ممكن يكون ارتكب جريمة تاني. ممكن تكون أنت عامل الفيروس ومستعمله على إدارة عسكرية، صرت أنت هون بمورد بقى جرائم خاضعة لقانون العسكري، لقانون التجسس. عم نحكي نحن على شخص فرد عادي. فكل إنسان بيصنع فيروس عقوبته 3 إلى 5 سنوات، 500,000 لـ1.5 مليون. كل إنسان بيستعمل الفيروس، هلا مثلا واحد عشقان وحدة والله بيبعت له فيروس على الموبايل ليعرف مع مين عم تحكي، هيدي فيها حبس من 6 شهور لـ3 سنوات وبالغرامة من 200,000 لـ1,000,000 ليرة سورية إضافة لجبر الضرر. طيب إذا كان الشخص استغل صور الشخص على الجهاز وقام بابتزازه فيها بمبلغ مالي أو نشر هاي الصور، طبعا شو عقوبته؟ هلا هيدي كل إنسان بينشر صورة لإنسان بدون إرادته ولو نحن متصورين سوا، هيدي فيها 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 عقوبة كمان وغرامة من 20,000 لـ100,000 ليرة سورية. نعم. كل إنسان بينشر فيها حبس من شهر لسنة. هي فقط بحال نشر الصورة. نشر الصورة. هلا نعم. الابتزاز صار بيخضع بقى لعقوبة جنائية الوصف. نعم. سواء كان يعني بيخضع لقانون العقوبات العادي، جريمة التهويل اللي حكينا عنها هديك الحلقة، انه انا بضغط عليك لتعطيني مصاري احسن ما انشر معلومه عنك ولو صحيحه، اضافه للتهويل الالكتروني نفس الكلام، في عقوبه جنائيه. فكل انسان هلا اهم شيء، هلا هي نصيحه للمشاهد، اهم شيء انت تعرض لابتزاز لا تفاوضه، لا تتعامل معه، لا تخاف منه، هو ما فورا حيأذيك. يعني الجاء للسلطات المختصه، ما تحذف، يعني ممكن يكون بعت لك الصوره اللي هو عم يهددك فيها او بعت لك تماما، احفظها، ما احفظها سكرين شوت واحفظها على موبايلك، لانه ممكن من خصائصها الموجوده على الموبايل انا وانت ما بنفهم فيها، بس المختصين بيفهموا فيها. صحيح. يكتشفوا من وين الحساب، ما تعمل له حظر. هلا اجاك شيء على الواتساب، في ناس بيعملوا له حذف وحظر. طيب انت وقت عملت حذف وحظر وصلت للشركة واتساب انه هذا زعجك، قاموا هني جنبوا حسابه، انت ما بقدر توصل له اذا رحت اشتكيت. فدائما اللي بيتعرض لعمليه ابتزاز يحاول ما يتعامل بسرعة مع الشخص، يحاول يستنجد بأهله خاصة البنات، يعني لأنه عم بيصير شغلات أطفال وبنات عم بيخافوا كتير من الموضوع. صحيح. استنجد بأهلك، مهما كان عقاب أهلك شديد عليك ما حيكون 1% من الضرر الجريمة الممكن اللي ممكن ترتكب بحقك أو تضيع مستقبلك. صحيح. فدايما أي إنسان بيتعرض لهالموضوع هذا فورا يلجأ للسلطات المختصة. في أكيد وسائل، نحن رجال قانون مثلا منا خبراء بهالأمور، في أكيد وسائل عند المختصين ممكن يوصلوا للشخص، ممكن هن يطلبوا منك تتواصل معه ويكون أنت جهازك تحت المراقبة الذي يقدروا يعرفوا من أين عم يحكي ويساعدوك. ما تتسرع، لا تدفع، لا تنهار أمامه، اعتبر أنه الموضوع عادي وطلب المشورة من أهلك من المقربين لإلك، وإذا لقيت الموضوع تطور بتلجأ للسلطات المختصة. وهيدي أهم نصيحة بتمنى الكل يسمعني. لكن بنهاية الحلقة بدي أقول لك أهم نصيحة بهيدا الموضوع، ولكن حضرتك سبقت بالموضوع لأهميتها. كمان أستاذ خالد، يعني كنا نحن عم نحكي شغلات واقعية من من أرض اللي عم نشوفها، يعني بأرض الواقع كتير بنشوف أشخاص بيحصلوا بالخطأ على أو بالصدفة على فيديو لجريمة معينة أو لقضية معينة هن ما هن مشاركين فيه ولا هن المسببين فيه، ولكن هن حصلوا عليه، بيبتزوا الشخص الآخر بمبالغ مالية بخصوص أو مرتكب الجريمة بخصوص هيدا المقطع الفيديو. نفس الموضوع تماما. هو تهويل على القانون العقوبات العام، وهو جريمة ابتزاز على قانون المعلوماتية. نعم. جنائية الوصف، يعني بتقول جنائية الوصف عم نحكي من 3 لـ5 سنين لـ7 نعم. سنين حسب بقى بالتدريج. نعم. وشو الضرر اللي أصيب. نعم. طيب هيدا بالشق المتعلق بالجرائم الممكن توقع على الأفراد. نعم. كمان في جرائم توقع على المؤسسات أستاذ خالد، نحن وقتنا 5
خمس دقائق إذا خمس دقائق خلينا نحكي معناها إذا وقتنا قليل على الاحتيال الإلكتروني. الاحتيال الإلكتروني تفضل. كتير مننا بيجي مسج مبروك ربحت سيارة مرسيدس مجمركي وا وا وا. صحيح. كتير مننا بيجي مسج إنه في واحد ميت بنيكاراغوا وتارك ميراث كبير وهي بس شركة محاماة. أعطيني الكود تبعك أو أعطيني اسمك وهويتك وبعث لنا. كلنا تعرضنا. تماماً كتير هيدا هو الاحتيال الإلكتروني. احتيال الالكتروني اني انا اعمل موقع انه انا ببيعك بضاعه وتروح انت تحط المصاري وتلاقي ما في بضاعه او تلاقي البضاعه ما هي بالمواصفات اللي انا طلبتها. فدايما ندير بالنا يعني ما تتوقع انه فعلا في حدا عمل يا نصيب من بين مليار شخص وطلعت انت هالشخص هالمحظوظ. صحيح. لو كنت محظوظ لهالدرجه ما كنت تعلقت بهيك رساله يعني. صحيح. ما تعلق ابالك بهيك رساله. فعمليا ما تتعامل معهم لانه هني مجرد ما حصلوا على صوره هويتك على بيانات معلوماتك ممكن يفوتوا على موبايلك ويسحبوا معلومات وتصير انت عرضه لابتزاز منهم. مش انه يعني انفدت من انك ما دفعت مصاري بس ممكن يبتزوك. نعم. فلا تتعامل معهم. قانون السوري طبعا حط عقوبه على هالموضوع هيدا بس لانه وقتنا صار ضيق خلينا نحكي فيه. يعني انه كل انسان بيقوم بالاحتيال الالكتروني يعاقب بالحبس من 3 سنين لخمس سنوات. الاحتيال الالكتروني يعني بعثت لك رسائل انا هلا كثير نحن بنتعرض لها بس ما حدا عم يشتكي ما بقى بتخلصي كل يوم بتلاقي عم يقطع من رصيدك 30 40 ليره كل يوم كل يوم كل يوم. نعم. طيب انا كيف بدي الغيها هيدي اذا ما عامل لك هو طريقه مجانيه لالغاء اذا بتدفع مصاري احتيال يعتبر. نعم. اذا بيقوم بهيك قصص وبيبعث لك مثل ما قلنا بريد او بريد عشوائي او يعاقب بالاحتيال من 3 سنوات لخمس سنوات والغرامه من 500,000 ليره لمليونين ونص المليون ليره. نعم. كل انسان استولى عن طريق أجهزة الحاسب على أموال أو منفعة أو عقار ممكن يخليك تطوب له بيته بالابتزاز بالاحتيال مش الابتزاز. نعم. هو ممكن يجي يقول لك والله نحن شركة وبدي أعمل لك عرض عمل بالإمارات وادفع مصاري تروح أنت تحول له عن طريق حدا تاني مصاري ويطلع زي لا في شركة ولا شيء. فهذا بيتعاقب من 3 إلى 5 سنوات نفس عقوبة الاحتيال العادي. نعم. اللي جاي بقانون ولكن غرامته أكبر هون من 500,000 لـ1.5 مليون ليرة سورية. هلأ تضاعف العقوبة بتصير اعتقال مؤقت كنا بجنحة صرنا بجناية وبتصير الغرامة من 500,000 لـ1.5 مليون بقيت ما هي بثلاث حالات بتشدد عقوبة الاحتيال الإلكتروني. نعم. بتحول من جنحة إلى جناية إذا وقعت الجريمة على 3 أشخاص أو أكثر. إذا تجاوز مبلغ الضرر اللي أضرك فيه بمليون ليرة حولت له أكثر مليون ليرة وإذا وقع على مؤسسة أو جهة مالية. نعم. إذا كانت ضحيته هالكلام وبيقول لك القانون ما بينعطى أي سبب تخفيف تقديري. نحن حكينا سابقا أن القاضي له حق يخفف بهالجريمة هاي ما له حق توفر هاي الشروط ما عاد في تخفيف ما له حق مجرد احتيال إلكتروني ما له حق. نعم. يخفف له العقوبة القاضي. نعم. فدائما الإنسان مثل ما قلنا نحن نرجع نعطي نصيحة أخيرة دائما احمي نفسك لا تتورط لأنه إذا تورطت حيصير الثمن غالي. نعم. ممكن ما تقدر تدافع عن نفسك ممكن ما تلجأ للطريق الصح. ودائما أنت ما خاب من استشار. صحيح. دايما اسأل اللي بيقدر يفيدك بهالموضوع هيدا. كمان في احدى جرائم الاحتيال الالكتروني اني اعمل صفحة انا باسم مثلا المحامي خالد عنتبلي يصير انا اسحب مصاري من العالم على استشارات على وعود هو قانونية. هو موضوع كبير لازم نخصص له طبعا بده حلقات كثيرة حقيقة بس يعني أكتر ولكن خليني بس استغل شغلة نحن كتير عم نشوفها على النت استاذ خالد لو تجاوزنا الوقت بس دقيقتين. كتير من المواقع اللي بتبيع منتجات على الانترنت عبر يعني شركات النقل خلينا نقول بدفع المبلغ المالي. نعم. عبر شركات النقل عم توصل لبضاعة مخالفة تماما للشروط اللي كانت موجودة مع الاحتيال الالكتروني. شو الاجراء اللي ممكن ياخذه الشخص للدره لانه بنشوفهم كاتبين على النت عوضنا على الله راح المصاري فينه يتقدم بشكوى ومثل ما قلنا بتتحول لفرع المعلومات بالامن الجنائي بيقدروا يكتشفوا الشركه وين والرسائل يعني لا حدا يخاف لو كان الاسم وهمي لا يخاف لو لا كان لا الاسم وهمي لو الاسم وهمي اذا من سوريا بينجاب. نعم. بينجاب صاحبه يعني عن طريق الأرقام معينة يعني بتكون من سوريا لأنه نقل من محافظة لمحافظة تمام. فهذا احتيال. إذا فعلا هلا ما أنه والله ما عجبتني شيء إذا فعلا واصف لك إياها وصف كبير فرق. نعم. طبعا فينك تشتكي عليه وممكن يغرموه ممكن يسكروا مؤسسته يعني بهالحالة. نعم.
هي نصائح كثير مهمه قدمت لنا اياها استاذ خالد، بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم. اكيد ان شاء الله بمرات قادمه رح نحكي بشكل اوسع نظرا لاهميه هيدي الجرائم اليوم ووجودها بكثره ضمن مجتمعنا، لحتى ننبه منها ويكون في هيدا الوعي بخصوصها. شكرا كثير لوجودك معنا ويعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه رب. اكيد اتمنى من كل اللي تابعونا انه يستفادوا فعلا من هيدي النصائح اللي تقدمت ويعرفوا ويتاكدوا دائما انه فرع الامن المعلومات والجرائم الالكترونيه هو موجود وحاضر دائما لحتى يحمي اي شخص من اي جريمه الكترونيه حصلت، لحتى يكون هو رادع لغيره. لا تخافوا، قدموا كل الشكوى او كل الشكاوي اللي انتم ممكن تتعرضوا لها حتى تحموا انفسكم، واستشيروا دائما وخاصه بموضوع الاطفال استشيروا الاكبر منكم. شكرا كثير لحسن المتابعه، الاسبوع القادم ان شاء الله رح نكون معكم بموضوع جديد. من هلا لوقت تضلوا بالف خير، الى اللقاء.